تسمحي لي اسال حضرتك بس عشان يعني لو حد من الساده المشاهدين مش متابع قوي لكن يهمه ان هو يبدا يعرف ايه هي قمه المناخ واهميه ان نكون فاهمين الذي يحدث يعني ما الذي يحدث مناخيا والتغيرات المناخيه بصفه عامه. اتحضر للاخضر اللي احنا مسمينها تحضر للاخضر او الصفقات للاخضر او الاتجاه الذهاب للاخضر، ما الذي يعني يا استاذه امل في العالم كله وما اهميته؟ في العالم كله بنتجه الى ما يسمى بالاقتصاد الاخضر او الاقتصاد الدائري، وهو اللي بيهدف لكل الانشطه الاقتصاديه اللي بتحافظ على البيئه وفي نفس الوقت طبعا يكون ليها مردود اقتصادي علشان النمو الاقتصادي العالمي، لانه اكتر من يعني العالم كله بيعتمد على الوقود الاحفوري بنسبه اكتر من 88%. وطبعا في بلاد زي الصين وامريكا هم لوحدهم يعني مسؤولين عن اكتر من 40% من الانبعاثات الكربونيه على مستوى العالم علشان محطات الفحم وعلشان محطات الوقود الاحفوري وخلافه من الانشطه الاقتصاديه والانشطه الصناعيه في الدولتين دول تحديدا، وبعديها كمان الهند ودول الاتحاد الاوروبي وروسيا. فاحنا بنتكلم عن مجموعه بسيطه جدا تكاد تكون 10 دول من العالم مسؤوله لوحدها عن 80% من الانبعاثات. فكان لابد من ممارسات واجراءات واليات مهمه جدا بتتجه للعالم بيها للاقتصاد الاخضر. وعشان كده ظهر التمويل الاقتصاد الاخضر، التنميه المستدامه واهدافها اللي برضو العالم كله التزم بيها في 2015 وطلعت الاستراتيجيه بتاعه اهداف التنميه المستدامه للامم المتحده. بعد كده طلع السندات الخضراء وهي فكره تمويل مشروعات الخضراء الصديقه للبيئه زي مشروعات الطاقه الجديده والمتجدده، اداره المخلفات، محافظه على تلوث يعني الحد من تلوث الماء وتلوث الهواء، التنوع البيولوجي كمان والموائع الطبيعيه لانه كمان ده بيأثر على الكائنات الحيه في البحر. تقليل استخدام البلاستيك برضو لانه بيأثر على كل ده. البلاستيك ده خطر وتهديد عالمي اكبر من اي خطر تاني. فاحنا بنتكلم في انه في حاليا فعلا العالم بيواجه ازمه وكارثه طبيعيه ممكن تحدث. التقرير الاخير بيقول انها كمان ممكن ما تستناش ل 2050، احنا في 2030 ممكن نواجه هذه الاخطار بشكل كبير جدا مع زياده درجتين مع زياده متوقعه في 2030. هو المستهدف انها تزيد فقط درجه ونص خلال 30 سنه، لكن ده كان المأمول. المأمول المستهدف، لكن اظن حاليا زي ما حضرتك بتقولي درجتين او ازيد من درجتين بالفعل، درجتين ل 2030 ودرجتين و7 من 10 لغايه 2050 بالفعل عدم التزام الدول المتقدمه صناعيا. صحيح. بما تم الاتفاق عليه في مؤتمر باريس. حضرتك بتقولي في تقريبا 10 دول مسؤوله عن 80% من الانبعاثات الكربونيه والانبعاثات الحراريه في العالم. اكثر القارات تاثرا بالانبعاثات الحراريه القاره الافريقيه، ومصر هي جزء من القاره الافريقيه، وكانت حتى تتحدث في مؤتمر باريس المناخ باسم المجموعه العربيه والمجموعه الافريقيه. كيف تؤثر هذه الانبعاثات الحراريه عدم التزام الدول المتقدمه سواء في الاموال المفترض ان تدفعها للدول الناميه كمساعدات لمجالات واهداف البيئه وخلافه، او حتى بيئيا واقتصاديا واجتماعيا؟ كيف تؤثر هذه النماذج السلبية، هذه الظواهر السلبية البيئية على الدول الأفريقية بشكل عام؟ خليني أقول لحضرتك أن القارة الأفريقية هي أقل تأثيرا، يعني إحنا بنتكلم في النسبة اللي بتصدرها من الانبعاثات قليلة جدا، لكن هي فعلا الأكثر تأثرا. إحنا بنتكلم في مثلا الفيضانات وحرائق الغابات والأعاصير والجفاف، نوبات الجفاف، نوبات درجات الحرارة الشديدة كلها بتحصل في أفريقيا ساحل الصحراء وشمال أفريقيا. وكمان في تأثيرات سلبية أكثر خطورة وهي فكرة الهجرة المناخية. إحنا بنتكلم في أكثر من 260 مليون شخص مفترض ان هم يهاجروا من افريقيا بسبب التصحر وندرة المياه وخلافه، بسبب التصحر والجفاف وكل والامن الغذائي المترتب طبعا. صحيح. على نقص المياه ونقص الموارد الطبيعيه في افريقيا، فده خطر اكثر خطوره من التهديدات الطبيعيه اللي هي بتاثر على حياه 260 مليون شخص، هجره او حتى سبب في الوفيات. احنا بنتكلم السنه اللي فاتت تحديدا 2 مليون شخص يعني حصل لهم وفاه بسبب التغيرات المناخيه والتاثيرات المتطرفه للطقس والعوامل المناخيه. اسمح لنا ننوه بس يا استاذه امل انه احنا بنشوف دلوقتي مع حضراتكم ومع الساده المشاهدين لقطات على الهواء ونتحدث عن قمه المناخ المقرر طبعا انعقادها لقمه الدوره 26 لقمه الامم المتحده لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، وطبعا بحضور فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينه جلاسكو في المملكه المتحده. تفضل يا استاذ. حضرتك كنت بتتكلمي على تأثير القارة الأفريقية أو تأثر القارة الأفريقية من الاختلال في التوازن البيئي. أكيد. فاحنا هنلاقي انه بسبب دورها يعني بسبب دور مصر في القارة الأفريقية ومسؤوليتها تجاه الدول العربية أو حتى الدول الأفريقية،
طرحت واقترحت ان احنا نستضيف الكوب 27 او المؤتمر 27 في مصر السنه الجايه ان شاء الله 2022. ومن خلال كده مصر النهارده ان شاء الله هتقدم في البيان بتاعها يعني الاستراتيجيه الوطنيه للتغيرات المناخيه 2050 ودي اطلقها المجلس الوطني للتغيرات المناخيه، دورها في القاره الافريقيه، دورها والمشروعات القوميه والممارسات والاجراءات اللي مصر عملتها علشان الحد من التغيرات المناخيه، على الرغم من ان مصر بتنتج حوالي 6% فقط من الانبعاثات الكربونيه العالميه، يعني اقل من 1% بكتير، حتى هي اقل من بعض الدول العربيه زي السعوديه والامارات والكويت. فبالرغم من كده الا انها فعلا عامله خطه قوميه واستراتيجيه قوميه للحد من التغيرات المناخيه والتكيف معاها ومبادرات رئاسيه، مشروعات قوميه كتيره جدا. كمان الفكره اللي بتعوق يعني مشروعات التغيرات المناخيه هي فكره التمويل، فاحنا هنلاقي ان مصر معظم المشروعات القوميه ومعظم المبادرات دي هي تمويل حكومي، مش بتعتمد حد على المساعدات من الدول المتقدمه او يعني مؤسسات التمويل الدوليه، لكن معظمها فعليا هي من انها من الدول المتضرره بشكل رئيسي، يعني متضرره كتير. بس يعني هي يعني من فتره قصيره بدات الحكومه يعني تهتم بفكره البيئه، بفكره الحفاظ على البيئه والاقتصاد الاخضر زي ما قلنا. طيب يعني هل معنى ده انه مصر بتشارك في فكره السندات الاقتصاديه زي ما السندات الخضراء زي ما حضرتك ذكرتي وعرفتيها من شويه؟ في 2018 مصر اطلقت السندات الخضراء لاول مره، وهي تعتبر يعني الاولى على الشرق الاوسط وافريقيا في اطلاق السندات الخضراء، وقيمه المحفظه بتاعه المحفظه الاستثماريه بتاعه مصر 750 مليون دولار. أكثر من 450 مشروع أخضر في مجال النقل، في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، في مجال البنية التحتية، في مجالات كمان الاهتمام بالشباب والتوعية ناحية التغيرات المناخية وناحية الممارسات البيئية، ودي حاجة مهمة جدا فكرة التوعية، لأنها بتتحمل الدولة من خلال مواطنيها جزء كبير جدا من المسؤوليات المجتمعية ناحية البيئة والحفاظ على البيئة.